اتفضل. Congratulations for the game tonight. You saw many substitutions in the position in the right back. If you need a new right back, especially that, that you already make any position, right, new players in other position. If you need another player, extra player for the right back, because there change many players in the same position. Are you suggesting that we should go get the right back? طب هو السؤال بيساله بيقول احنا شفنا فيه تغييرات كتيره في مركز الباك رايت، يا ترى ده معناه ان الاهلي محتاج يجيب لعيب من بره يمدي لعيب تاني جديد في الباك رايت، خاصه انتوا مضيتوا مع لعيبه كتيره في مراكز مختلفه دعمتها. فهو بيرد عليك بيقول لك انت بتقترح عليا ان اجيب باك رايت؟ No, it's just a question. He's asking you. He's asking you. Just to try the players, or you have a problem in this position? But what problem? بقول ايه ممكن مشكله في ايه ان العب حد باك رايت؟ هاني كان غايب كان في كورونا ولسه راجع. ذا كويشن ذا اف يو نيد ان اكسترا بلاير نيو بلاير ان ذا رايت باك. اف يو ريكومند يس وات بلاير. لو تقترح عليا لعيب قول لي بقى لعيب من وجهه نظرك. ممكن تديني اسم ابتدي ابص عليه ابتدي اشوف. السؤال واضح بس هو هرد عليك انت مش فاهم الاجابه. هو قال لحياتك انه اوكي، يعني هو بيقول لك اللعيبه ليه؟ هو في لعيبه اصلا عندي لعيبه كويسه. So you don't have, you don't need for the moment. You don't need a. Yeah, but you can, does if you recommend, it's okay. Also, like only. Back like Malul recommend, I like. Okay. بيقول لك لقيت الاقي لعيب زي علي معلول بيلعب باك ليفت يلعب في ناحيه اليمين عندي، يبقى ما عنديش مشكله اتفاوض معاه. Beckham plays there. بيكهام موجود. هو بيتي وضح لك بقى بيقول لك بيكهام بيلعب. انا تولد يو واي وي بلايد بيكهام لاست ويك. بقول لك ليه لعبت بيكهام الماتش اللي فات وي سبستيتيوتد هيم بيكوز وليه غيرته. وي بلايد توفيق اكرم درايت باك. لان نزلت اكرم توفيق كباك رايت. بس سكور 0-0 كان النتيجه 0-0 في الشوط الاول. كنا عايزين نسجل. وي نيد تو سكور اند وي ار ديسبريت. وكنا بقى يعني بتبقى في مشكله. The opponents are not coming, they're sitting in. والفرقه الثانيه كانت متقهقره ودفاعيه ما كانوش بيجوا لنا. A defender. فكهرباء كان بيطلع مدافع. And put somebody who can attack like Tofik. وكده حطيت طلع قصده بيكهام مش كهرباء. طلع بيكهام اوكي عشان هو ليه واجبات يعني دفاعيه اكتر ونازل توفيق بيبقى عنده نزعه هجوميه اكتر. ايه ده يطلع الفرقه. We want the goal. عشان عايزين نسجل جون. I can't have defender. مش هقدر العب دفاع دفاع على طول. محتاجين حد يطلع يبقى عنده نزعه هجوميه يوصلنا للجون ونسجل. Okay. So اوكي. We continued with Tofik. كمان اكرم توفيق الماتش ده. He played well. لعب كويس الماتش اللي فات بدأنا بيه. And then I made a substitute. ده كده عملت تغيير الماتش النهارده نزلت هاني. To build the condition. عشان ارجع هو ده مكانه الاساسي عشان ابتدي ارجع بدنيا وارجع من كورونا عشان ارجعه بدنيا. But I understand why he's asking about that. انا فاهم انت بتسال سؤال ليه على الباك رايت. Because I've played three right backs in two games. هو عشان لعبنا وعشان حضرتك بتسال عشان لعبنا ثلاث لاعبين مختلفين في نفس المركز الباك رايت. And the question is a good question. سؤال كويس.